هدف في 44 مباراه. بصوا هنا الهجمه دي بيتحرك من ورا الباك اليمين بتاع الفريق. يعني انا برضو اتمنى ان النهارده يكون في اللعيبه تاخد بالهم من هنا برضو. بشوف هنا هو على فكره الهدف اللي قبليه برضو, نفس الطريقه بيجري من ورا الباك ليفت الباك اليمين بتاع المنافس وبيجري يحط الكره في الجون. هو سريع وبيخترق بالظبط يعني, ولازم ياخدوا بالهم اللعيبه من اختراقه من خلف المدافع زي ما احنا شفناها كده, لان الكره جت مرتين بالظبط. يعني يهضم من الزمالك, هات مباصه خطيره جدا. موريكي يوصلها وجول. الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني. هجمه داريو كونكا وادي العاد وادي الباصه السحريه من الذهان جزيه, والتحرك والطول رائع جدا من موريكي, والتالق كبارع من اكرامي, ومتابعه ممتازه من داريو كونكا عشان يسجل الهدف الثاني, هدف التعزيز في مرمى النادي الاهلي في هذه المباراه. 2-2 2 جانزو لشيء النادي الاهلي. ادي العاد وادي التحرك وادي الباصه وادي المهاره العاليه وادي سرعه رد فعل عالي من الشريف اكرامي والمتابعه. وسيم توقعاتك الاهلي وجوانشو؟ يعني مباراه انت صعبه. انت توقعاتك في الجول بصراحه قبلها على طول بتبقى سابق بهدف واحد. يعني هو طبعا لقاء صعب, اعتقد انه ممكن يبقى 2-1 لجوانشو, بس اتمنى انه يكون 2-1 للاهلي. نتمنى ان شاء الله.